اطلب وتجد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بجورج. بونسوار. كيفك؟ سافا؟ منيح؟ تفضل تفضل. هاي تفضل. شو هالجامعة الحلوة هيدي؟ ما بدك تسلم على خيك؟ سلمنا باكسي. كثير حكينا عنك وعن الملوخية وعن الأكل وعن الهيدا، بس هلا شل الأكل على جنب. اوكي. لأنه ما لحقتنا من الأول، يعني التشيت ميل والهولي قطعوا. نسيناهم. نسيناهم. أنا بعرف إنه بيصيروا تحت الطاولة. ليك الدنيا. أنا قلت خليك تجي وتشوف بعينك شو عم بيصير. شفت؟ ما يقولوا لك تجم وعضلات لك. ما تدخلوا سي اي كي كيتشن هلا بالدايت تبعكم. ابدا ما تحضر عنهم. الريزلت ما خصني فيها. يعني من اول ما تعرفوا على بعضهم وتزوجوا وكذا خبرني لالي امتين بيتخانقوا وشو بيصير، ما خبروني شيء بصراحه. يعني اكيد بيختلفوا، اكيد اكيد بيتشارعوا، بس هول الشخصين عندهم عالم خاص عايشين فيه، وهيدا اللي مخليهم يكونوا عم يتطوروا وما عم بيردوا على الباد ريفيوز او اذا بدك الانتقادات المش حلوه. هيدا اللي عم بيخليهم يكفوا هيك. وانت غريبين. كيف بتشوف علاقتهم؟ مثل البازل راكبين على بعضهم من اول ما بلشوا. يعني وقت كان شربل عم ببلش يدرب مايا ومايا تجي لعند شربل، كنت حس انه والله انه اتس ذير سمثينج عم بيتغير بشربي. اول اعتراف بحبك كان لخيو. يعني انا حضر البروبوزل سوا بلا ما اعرف. شو عملتوا له بالبروبوزل؟ قربنا الدنيا، كانت كريسماس ايف. ضحك علي صار يقول لي جورج انه جيب الكيبورد لندق، انه قبل الكريسماس كنا عم نغني. ايه انه لنتسلى يعني. وجيب شو هيك، تجيب السبيكر وجيب شو عم بعمل سهره. يعني انا قعدت بنكون قاعدين جو عائله. قلت شكلها معزمين عالم كثير. قلت يلا انا عشتها بروفيشنال ستاند، جبت العده ماي رح تغني وتعزف يعني. شفت بيو لشرب اللي عم يركض بالسهره عم يتوشوش وكلهم، انا ماني عارفه انه انا عم غني وفجأة عم بغني You're just too good to be true can't take my eyes off you. صار يكفي، أخذ من المايك وكلهم صاروا عم يزقفون له، هو بيحب يغني كمان. فعائشة فجأة لقيته نزل على ركابه وإجا بيه ونزل البالونز، وعم أنا ما كنت عم بعرف شو عم بيصير.